رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومما حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.